من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. أسئلة عن الإسلام، استفهامات حول القرآن الكريم ومكانته في الدين، شبهات يحاول البعض أن يصنعها في طريق الإسلام الحق، إسلام محمد صلى الله عليه وآله، تفاهات وتخرصات ينعق بها أهل الشر ضد شيعة آل البيت عليهم السلام في أزمنة وأمكنة متعددة بأساليب متنوعة. كل ذلك وهنالك حروف نبوية عبرت عن الإرادة الإلهية، ناطقة مجيبة عن كل التساؤلات المذكورة. إليكم القصة وهي مروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أنا وأنتم فلنشاهد أحبتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل خلق الإسلام فجعل له عرصة، وجعل له نورا، وجعل له حصنا، وجعل له ناصرا. فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة، وأما حصنه فالمعروف، وأما أنصاره فهو أنا وأهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم. فأحب أهل بيتي، فأحب أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم. فإنه لما أسري بي إلى السماء الدنيا نسبني جبريل عليه السلام لأهل السماء، فاستودع الله عز وجل حبي وحب أهل بيتي وشيعتي في قلوب الملائكة، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة. ثم هبط بي إلى الأرض فنسبني لأهل الأرض، فاستودع الله عز وجل حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني أمتي، فهم يحافظون على وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة. ألا فإن الرجل من أمتي لو عبد الله عز وجل ما له من عمر في الدنيا ثم لقي الله عز وجل مبغضا لأهل بيتي وشيعتي، ما فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إلى هنا مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم. عسى أن نكون قد وفقنا لرد الجميل لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله. هل ترجمنا حبنا لهم إلى أفعال مع عباد الله الصالحين؟ هل فعلنا أخلاقياتنا وفق منظومة أهل البيت عليهم السلام؟ هل عرفنا فوائد حبنا لهم؟ هل أدركنا إننا إن أحببناهم درجة أحبونا عشرات الدرجات؟ إلى اللقاء.
أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.